اهلا بيكم في حلقه جديده من ماي بلاي هوم. عنوان الحلقه ما فكرتش فيه معلش. ويلا نبدا. مع السلامه، انا رايح للشغل دلوقتي. ماشي يا بابا، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يلا دلوقتي روحي نظفي. حاضر، بس انا لسه صاحيه، ممكن انام شويه؟ قلتلك يلا نظفي. طيب ليه ارفن ما تنظفش معايا؟ هو كده عشان ارفن انا بحبها قوي، وهي اصلا ايديها ناعمه قوي وايديها تتوسخ لو هي نظفت. انتي مش جميله. يلا. حاضر يا ماما. وعارفه لو ما خلصتيش بدري هعمل فيكي ايه؟ يعني مش هتشوفي يوم عيد. يلا خلصي، تعالي يلا. اربن عادي معي. ماشي يا ماما. ابعدي عننا هتوسخي ايدينا. حاضر بس سيبوني، مش عارفه ليه هما بيعملوني كده، انا بنتها برضو. معلش يو بقى، لازم كل يوم انضف وارفن مش بتنضف. اشمعنى انا وبابا مش حاسس باي حاجه؟ انا مش هقوله عشان هو تعبان. خلصت الأوضة دي، أنا خلصت الأوضة بتاعتي أنا وأرفن. طيب ماشي، نظفي بقية البيت. يلا بسرعة. ولما خلصت تنظيف البيت كله؟ أنا نظفت البيت كله. لأ لسه فاضلك أهو. يوبا هروح احطها دلوقتي. تفاحة ارميها في الزبالة. رميتها في الزبالة. اعمل ايه دلوقتي؟ طبعا روح اعملي لنا الغدا. يعني تعملي ايه؟ انتي لازم اصلا طول الوقت تشتغلي. ماشي حاضر. اعمل اكل ايه؟ هحط المكنسة، اعمل فراخ وبيتزا وساندويتش. اهي الطاسة هحط فيها الفراخ. حط على النار الفراخ، مش هتكفي. حامل لبابا وليا اكلة تاني. هشوف الفراخ استوت. حامل انا هقولها لا الفراخ مش مكفية. ماما الفراخ مش مكفية. طيب روحي انزلي يعني جيبي اللي فيها. هي كفيكم بس انتوا الاثنين. طيب خلاص، بدل ما يكفينا احنا الاثنين خلاص مش مشكله. انت بقى تاكلي انت بابا. ايوه يلا اعمل الاكل. حاضر وين؟ مش مشكله. يلا انا زعلانه قوي. اشمعنى اكتر مني؟ حط السندوتشات. حط البيتزا لبابا. حط العصير. كده خلصت الاكل. هقول لهم انا خلصت الاكل، ممكن اكل دلوقتي؟ ماشي تعال يلا. انتي ليه قاعده معانا؟ مش انتي قلتي لي ان انا اكل؟ لا انتي عامله حسابك في اكل. لا انتي هتاكلي تفاحه، انا كنت قصدي كده. خدي يلا. طيب بس انا عامله البيتزا دي ليه؟ لا بابا كي هياكلها. انتي مش هتاكلي بيتزا وفراخ معايا. يلا يلا يا اورفن ناكل. ماشي يا ماما. وبعدين ليه مش حاطه الاورنج جوس ده في التلاجة؟ حطيه يلا. حاضر نسيت معلش. وبعد لما تاكلي
تبقي اغسلي المواعين او لما احنا نخلص اكل. حتى لو انتي ما اكلتيش. يو انا عايزه اكل تاني بقى، انا جعانه قوي. رايحه اشوف اخلص اكل ولا لا. الحمد لله. يلا، هو الاكل ده ليا؟ قلت لك لا، ده لباباكي عشان بس طيبه. ماشي، اغسل المواعين دلوقتي. ايوه يلا يا حبيبتي. ارمل مواعين كتيره قوي. ولما غسلت المواعين كلها، الحمد لله انتهيت اهو. ما غسل المواعين، اسأل هعمل ايه دلوقتي. ايه ده يا بابا، انت جيت؟ ايوه يا حبيبتي جيت. ممكن يا جوليا، انتي بنتك ارفن. حاضر. نعم يا بابا، كنت عايزني في ايه؟ انا تعبان قوي. تعبان؟ طب مش في ايدي حاجة اعملها؟ لو كان في ايدي، احنا محتاجين الفلوس برضو. ايوه، وانا مرتبي مش بيجيب فلوس. ايوه عندك حق. نستمع، دي فرصة اللي احنا نخلي هي البنت اللي هتكون اسمها هتكون اسمها أملي. دي فرصة اللي انا اخلي أملي تشتغل، وانا الفلوس اللي هي بتشتغلها. انا رايحة اقول له دلوقتي. ايوه هي عندها حق، احنا محتاجين نجيب الفلوس. فهي ايه رأيك يا جون اللي هي تشتغل، وبعد كده نبقى نشوف يعني نعرف نعمل علاجك تخف. اشتغل؟ طيب ليه اورفين ما تشتغلش؟ لا هي قلت لها بس هي ما وافقتش عشان ايديها ما تبص وكده، وعشان هي اصلا رجليها توجعها وكده. ماشي يا بابا، انا هعمل اي حاجة عشان. طيب ايه رأيك انت هتروحي دلوقتي؟ ماشي، وكده بكون خلصت حلقتنا. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب، وطبعا في جزء تاني. باي.